نروح زي ما غطينا قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ايضا نروح نغطي جزء مهم جدا وهو اكاديميات النادي الاهلي بقياده الكابتن عبد المنعم شطه، اللي بيعمل خلال الفتره دي بطوله باسم الراحل العظيم الكابتن صفت عبد الحليم في ملاعب وفي اكاديميات النادي الاهلي في مدينه نصر وفي القطاميه. المسابقه دي لبعض البراعم بدايه من 2007 و2008 و9 و10 و11 و12 و13، ودي مشاركه بجميع يعني او عدد كبير من الاكاديميات. شيء جميل جدا النهارده الأكاديمية النادي الاهلي الفروع المختلفه مع اكاديميات اخرى تقام بطوله، الاحتكاك مهم جدا، المنافسه مهم جدا، والشيء العظيم ان في نهايه البطوله بيتم تكريم جميع اللاعبين، علشان ده شيء مهم جدا في البطولات اللي زي دي، مفيش فايز وخسران، كل الولاد المشاركه بتكون مهمه ليهم، والاعظم ان البطوله بتحمل اسم واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين الكابتن صفوت عبد الحليم. نروح نشوف مع بعض تقرير مدربي ومسؤولي اكاديميات النادي الاهلي ونشوف قالوا ايه عن هذه البطوله. الفكرة جات لي كده ان انا اول مرة اكاديمية النادي الاهلي تنظم بطولة لكل الاكاديميات اللي موجودة في داخل القاهرة وخارج القاهرة، ودي حاجة طبعا بتخلينا نستفيد منها فنيا طبعا، وبعدين من خلالها نقدر برضو يعني الاكاديميات الاخرى تعرف بعضها ويكون في تبادل في الخبرات، تبادل في اللاعبين، يكون في اي نوع من التعاون يعني. ودي طبعا الحقيقة لما انفتحنا الباب على اشراك الاكاديميات وجدنا اعداد كبيره جدا، اضطرينا ان احنا نضع ديدلاين او وقت نحدد فيه العدد، وفعلا الحمد لله استطعنا اننا يعني نحصل العدد الى حوالي 26 او 27 اكاديميه في حوالي 60 او 65 فريق هيشاركوا في هذه الدوره باسم كابتن صفوت عبد الحليم. اخترنا كابتن صفوت طبعا كابتننا كلنا، وحقيقه يعني افتقدناه الله يرحمه، ودي حاجه طبعا يعني النادي الاهلي يعني حريص على انه دائما يخلي اللاعبين والكباتن اللي موجودين ساهموا في انتصاراته دايما يحاول يخلي ذكراهم بهذه المباريات او الدورات اللي بتتعمل. عملنا الكابتن ثابت البطل، عملنا المؤمن زكريا ربنا يشفيه، والان بنعمل الكابتن صبر عبد الحليم الله يرحمه، وعملنا واحده في الغردقه باسم الكابتن هاني مصطفى ربنا يشفيه، وان شاء الله احنا قادرين على ان نعمل دورات كثيره جدا نكرم فيها جميع اكاديميات النادي الاهلي السابقين. مبدئيا احنا في اكاديميات النادي الاهلي الكره النسائيه عندنا فرعين، ابتدينا السيزون الاولاني فرع مدينه نصر، السيزون الثاني دخلنا معاها فرع شيخ زايد، عندنا الاعمار من اول 4 سنين لغايه العمر مفتوح. شغالين دلوقتي على نظام ان احنا بنبتدي نجهز لفرق ان شاء الله باذن الله على السيزون الجاي بشكل منتظم ببرامج تدريبيه، مدربات بيتطوروا بشكل كويس جدا عشان يعرفوا ان هم يطوروا اللعيبه بشكل كويس. طبعا احنا دي حاجه شرفيه، احنا شرف لينا ان احنا نكون جزء من اليوم النهارده، وان شاء الله باذن الله احنا بصدد ان احنا ننظم بطوله زي كده للكره النسائيه في الفتره الجايه ان شاء الله. هو طبعا البطوله زي ما حضرتك شايف بطوله كبيره جدا، وان شاء الله تبقى ناجحه وموفقه، هتضم هنشوف عناصر كتير وهنشوف مواهب كتير ان شاء الله اذا كان من البنات او الولاد. بالنسبه لاكاديميه البنات احنا الحمد لله يعني العدد في تزايد الحمد لله، مشينا على برنامج منظم من الكابتن اميره يوسف المدير الفني للاكاديميه، اكتشفنا مواهب كتير في البنات وشغالين عليها كويس ببرنامج مخصص ليهم، عشان ان شاء الله باذن الله هنشوف السيزون الجديد باذن الله فرق، فشغالين عليهم كويس جدا وبرنامج مخصص، وان شاء الله هنقدر ان احنا نطور منهم على قد ما نقدر عشان نظهر المواهب دي ان شاء الله في الدوري باذن الله.